هاد التصريح ديالي ان شاء الله هاد السنه الحمد لله مزيان، وكنتمنى ان شاء الله هاد الناس اللي هاد هو ديال الرمايه ان شاء الله يزيدوا لقدام، وكنتمنى يعني ما يملوش من هاد الرمايه هادي وهاد الشيء اللي كاين. واش كانت المنافسه هاد العام؟ قويه ان شاء الله، كانوا جميعا يعني كانوا الابطال بزاف، الابطال الحمد لله جاو والحمد لله جازت الامور بخير وعلى خير، ربي ما حشمناش الحمد لله. كيفاش انتم تساهموا في تنميه هذه الرياضه هذه في على المستوى المحلي؟ هذه الرياضه اش باش نقول لك، راه الحمد لله ملي كنا صغار وحنا فيها، يعني ابتداء انا ملي كان عندي 13 سنه وانا في هذه المباراه هذه، يعني الحمد لله ما ربي ما عمر ما حشمنا، وان شاء الله نزيدوا لقدام ان شاء الله.